الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، من هو نطلب السداد والتوفيق والنجاح. بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومتابعة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ينطلق ختامي تمهيدي المرموم في هذا اليوم لسن اللقاية، يوم اللقاية 16 شوط، 4 أشواط الجولة الأولى شوط السوا، انطلاقة الشوط الأول بكار لقاية محليات أصايل، نتابع على الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. ضمن هذه الانطلاقة مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنوافيكم بالنتائج أول بأول. أرى الآن على مقدمة هذا الشوط أشوف اللي في المركز الأول من حاف للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، نشوف وناخذ اللي في المركز الأول، تنتقل إلى المركز الأول ريتاج للسيد راشد بن علي بن خليفة الرميذي، نشوف المركز الثاني، المركز الثاني اللي في المركز الثاني الشاهينية للسيد عبد الله بن محمد بن علي بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث، المركز الثالث أرى اللي في المركز الثالث الشايبة للسيد أحمد بن بطي بن سيف المزروعي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع وبرى للسيد بخيت بن سيف بن حرمش المنصوري، وفي المركز الخامس، المركز الخامس مياسة للسيد سالم بن معيوب بن سالم الدرعي، وفي المركز السادس، المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس، ناخذ اللي في المركز السادس في هذه اللحظات الشاهينية للسيد حمد بن موسى بن غدير الاجتبي، وفي المركز السابع سمحة للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الثامن من هملولة للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميذي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع هنا ذهول للسيد حابس بن سعيد بن سالم الزرعي، وفي المركز العاشر، المركز العاشر أرى اللي في المركز العاشر من حافل السيد حميد بن مطر بن عميره الشامسي. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل في أسامي محن وقوته ودخوله إلى ساحة الأرقام المتقدمة وخاصة إلى المراكز العشر الأوائل. أرى الآن المنافسة على مقدمة هذا الشوط، نشوف اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات الشاهينية للسيد عبد الله بن محمد بن علي بن سعيد الوهيبي، تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني أرى سمحة، سمحة تتسلل إلى المركز الثاني للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، وفي المركز الثالث، المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث الشايبة للسيد أحمد بن بطي بن سيف المزروعي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع وصل شعار بن عميرة من حاف، وصلت إلى المركز الرابع للسيد حميد بن مطر بن عميرة الشامسي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس الشاهينية للسيد حمد بن موسى بن غدير الاجتبي، وفي المركز السادس هملول، هملولة للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميذي، وفي المركز السابع، المركز السابع وبرى للسيد بخيت بن سيف بن حرمش المنصوري، وفي المركز الثامن، المركز الثامن صدمة للسيد سند بن خميس بن خليفة العمري، وفي المركز التاسع، المركز التاسع ذهول للسيد حابس بن سعيد بن سالم الزرعي، وفي المركز العاشر وصل شعار بن رشيد عاشق السلالة الشاهنية على ظهر من حافل السيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة سمحة تتسمح أمورها إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، تغير إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا منحاف، منحاف قادمة بقوة أيضا هنا منحاف للسيد حميد بن مطر بن عميرة الشامسي إلى المركز الثاني، وفي المركز الثالث منحاف للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام، يا سلام على هذا الأداء
الأداء المتميز للقاية مع ختام تمهيدي المرموم. آه يا سمحة، سمحة على المقدمة من حاف قادمة بقوة، عينها على سمحة، عينها على الساعة، عينها على السلامات إلى أهالي مدينة العين وهل زاخر يتابعون هذا الأداء المتميز من حاف أيضا قادمة للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام، هل جميرة يتابعون، هل زاخر يتابعون، الجميع يتابعون عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وختام تمهيدي المرموم لسن اللقاية. لكن ها هي من حاف على مقدمة هذا الشوط، لا زالت على المقدمة، الضغوط أيضا قادم من منحاف، منحاف ومنحاف، الهنتين على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا منحاف للسيد حميد بن مطر بن عمير الشامسي على المقدمة مع منحاف، منحاف في المركز الثاني للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. وشوفوا القادمة يا سلام، لكن هنا هنا الغدوم أيضا بالمركز الثالث ذهول للسيد حابس بن سعيد الزرعي. لكن هنا منحاف، منحاف، هل جميرة، هل زاخر، هل جميرة، هل جميرة مع عاشق سلالة شاهين. سلام، سلام عليكم يا الجميرة، تهانينا لمالك منحاف سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على انتزاع منحاف ساعة الشوط، شوط اللقاية المركز الثاني منحاف للسيد حميد بن مطار بن عميرة الشامسي. وفي المركز الثالث ذهول للسيد حابس بن سعيد الزرعي. وفي المركز الرابع وبرة للسيد بخيت بن سيف بن حرمش المنصوري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الذي وصلت في المركز الخامس الشاهينية للسيد ناصر بن سعيد بن يابر الوهيبي. ها هي منحاف ساعة وصولها إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الأربعة كيلومتر في زمن وقدرة 5:55.14 جزء من الثانية. مشكور يا عاشق السلالة الشاهينية، مشكور مالك منحاف سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. سلام، سلام عليكم يا أهل جميرة. المركز الثاني منحاف أيضا ما قصرت، الله يقول الحق، قدمت عرض ما فيه الكفاية في زمن وغدرة 5:56.04 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حميد بن مطر بن عميرة الشامسي والذي وصلت في المركز الثالث. ذهول وصلت في المركز الثالث 5:56.07 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حابس بن سعيد بن سالم بن راشد الزرعي على هذا الأداء الذي حصلت على المركز الثالث. تهانينا للجميع والناموس. هكذا يا الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، انتهت قصة الشوط الأول في صباح هذا اليوم.